السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في سيدتي. على مدى ساعتين من الوقت أدعوكم لمتابعتنا بفقرات متنوعة. تشاركني في تقديمها زميلتي خلود من الرياض وجهان من جدة. مساء الخير لكما. مساء الخير ميسا، وأهلا بكل من انضم الآن إلى شاشة روتانا خليجية لمتابعتنا على مدى ساعتين. نقدم لكم من خلالها مواضيع متنوعة ومختلفة، والآن ننتقل إلى الرياض وأمسي على زميلتي خلود الجابر. مساء الخير خلود. مساء الخير جيهان، وبدوري أمسي على المشاهدين. وقبل أن ننطلق في التفاصيل نعود مثل العادي لزميلتنا ميسان لنتعرف على عناوين حلقة اليوم. إليك ميسان. شكرا يا خلود. مشاهدينا يمكنكم التواصل معنا عبر حسابات برنامج سيدتي على تويتر وفيسبوك الظاهرة على الشاشة، أيضا ندعوكم لزيارة صفحات سيدتي نت على تويتر وفيسبوك. أما الآن فإليكم العناوين. في سيدة اليوم، كيف تبتعدين عن رتابة الحياة وتعيشي بشغف؟ فتوى في الأردن تجيز إجهاض الجنين المصاب بمرض فقر الدم. تكريم للياس الرحباني ومقابلة مع زياد البرجي. من الرياض، بدرية البشر توقع غراميات الشارع الأعشى ونجد قبل النفط. من الأكثر إخفاقاً، المرأة أم الرجل؟ أهلا بكم من جديد. يقال أن الشغف هو محرك الحياة الزوجية وأقصر الطريق إلى السعادة، لكن لتحقيق ذلك لابد من تغيير إيقاع حياتك اليومية والابتعاد عن رتابة الحياة. للحديث أكثر عن هذا الموضوع أرحب بصاحبة مؤسسة كي توك للتدريب الحياتي مروة كرورة، وتنضم لنا لمياء عبد المجيد التي تعاني من رتابة الحياة. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا بك. يعني كلمة شغف أستاذة مروة هي ربما الأقصى الحب، وهي يعني آخر درجات الاهتمام والرغبة في الشيء. لأي مدى ممكن نطلقها على تفاصيل حياتنا؟ كل تفاصيل الحياة، لأن الشغف بيفرق من شخص لشخص على قد إيه أنا باشنت على الموضوع ده. فإحنا ممكن نقول إيه؟ إن أي موضوع بيخليك فعلا تتحكي من قلبك، فعلا تحس إنك أنت مبسوطة قوي 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 قوي. لما بسأل الناس ازاي بتعرفوا ان انتوا باشنت، ازاي بتعرفوا ان انت شغوف بالشيء، الردود بتيجي متفاوته بشكل كبير قوي. يقول لي انا لو I'm making a difference، لو انا بعمل تغيير يبقى انا كده هحس ان انا this is my passion. لو انا حسيت ان ادرينالين ودمي وصل لدماغي ساعتها انا احس ان انا باشنت. ناس بقى تلاقيها على الناحيه الثانيه خالص تقول لي لو لقيت بسمه على وش طفل صغير يبقى this is my passion. فالشغف هو كل حاجه بنعملها بتطفي سعاده غامره على الشخص. لميا، انت قلت انه فقدتي الشغف في حياتك. صح، هو انا فقدت، بس مش يعني انا عندي تفسير لعدم الشغف. هو ما هو حاله، لا حاله كآبه ولا هي حاله نفسيه، ولا بس الانسان بيوصل لفتره يعني خلينا نقول الرسم البياني انت حياته ما عاد فيه هذا الطلوع ونزول. لا صار يعني ستريت. هذا اللي انا بقوله. طب هو ستريت بيكون في شيء كويس يعني مبسوطه ولا بتكوني؟ ما هي هون السؤال اللي انا بساله، انه فعلا لانه انا ما عاد يعني مش زعجني يعني قديش هو ممكن يعني في روتين بس مش مزعوجه يعني متاقلمه معه. هون السر، لانه مثلا بقول لك انه ساعات مثلا في اشياء، ساعات عندي مثلا صديقاتي بيطلبوني اني بطلع معاهم ولا بيقولوا لي احنا مستنينك تطلعي. اوكي بوافق، تعجبني الفكره، وبعدين لا بعد شويه بغير بقول لهم بعتذر وما بروح، بس ما انزعجوا بكره لما بيحكوا لي انه منبسطوا. عادي انه ما يعني كانه ما فاتني شيء يعني. هاي القصه انه مش حاله نفسيه بقد عادي يعني ما مش زعجتني. ما في شيء مهم في الحياة، ما في شيء مثير، ما في ولا شيء. حتى تفاعلي يعني مثلا في ساعات كن حاضرة مع ناس بيصير حدث ولا بيصير حتى موقف بيندهشوا بيتفاعلوا هيك، انه انا لا انا عادي باخذ الامر يعني ما يعني مش هل باخذه ببساطة وبعادية يعني. استاذة مروة، هذه الحالة يعني شيء طبيعي؟ لانه في كثير زي لميا. 75% من العاملين
او الـ خلينا نقول 75% من البشر هي دي المرحله اللي هم بيعيشوا فيها. وده اللي بنفرق بين being living و being alive، ان انا عايش وبين انا متعايش وان انا فعلا عايش الحياه. اللي بيحصل ان احنا لما ما بيبقاش عندنا ups and downs كتير في حياتنا بتمشي رتيبه بطريقه ممله. اللي حاصل دلوقتي ان لميا موجوده في الكومفورت زون بتاعتها في المنطقه المريحه. والله انا شغلي مرتاحه فيه، حياتي الاجتماعيه ثابته ومرتاحه، واي تو روك ذا بوت، ليه اهز المركب وابتدي اعمل حاجات جديده الله اعلم هترجع لي بايجابيه او سلبيه؟ لا، خلينا في الثبات اللي احنا موجودين فيه احسن ما اني انا اطلع بره الكومفورت زون بتاعتي. اساس الشغف واساس الباشن في الحياه اني اكون اوت اوف الكومفورت زون، واني ادي نفسي الحق والرايت اني اغلط. فبالتالي انا لما بدي الحق لنفسي ان انا اغلط ممكن اجرب الحاجه افشل فيها وارجع تاني اجرب حاجه تانية وحاجه ثالثه وحاجه رابعه لحد ما اوصل للحاجات اللي هي فعلا بتضفي الشغف على حياتي. بس لما بكون في الكومفورت زون بتاعتي بقول ايه؟ انا هنا مرتاحه، انا هنا عملت كل حاجه صح، كل حاجتي مسيطر عليها، I am in control. وthe more احنا in control، احنا كل ما كنا حياتنا تحت السيطرة الكاملة كل ما الشغف قل بطريقة كبيرة جدا. لأن الشغف بيجي من الجديد، من المختلف، من الغير معروف، من التجربة فشلت أو نجحت ساعتها في الآخر نشوف، بس البروسيس بتاعة التجربة هي اللي بتضفي الحماس على الحياة، بتضفي الباشن على الحياة. فلميا أنت بتعملي حاجة خارج المألوف؟ هي لا، يعني بحاول انه ساعات مثلا بقرر انه لا مثلا بكره خلاص بتواصل انه رايحه النادي الرياضه مثلا بدي اعمل رياضه، بقرر خلاص واعمل كل الخطوات اللي لازمه، بس بكره يجي خلاص الغي الفكره. يعني وهذا طبعا يعني هذا مثال على كذا كذا شيء. مثال مثلا شوبينج، هلا الكل تقريب كل البنات ولا كل النساء بيحبوا الشوبينج. انا من النوع اللي ما بحبه، بس ساعات بلاقي حالي مثلا موجوده الى سبب ما في ما يعني بفوت بشتري، مش ما بشتريش يعني بشتري كمان، بس اشتري حاجات ساعات يعني انا بدي استغرب اقول ليش شريتها. مثلا اشتري كميه فساتين، كميه شوزات، وبخليهم وما بلبسهم. مثلا بترضيكي نفسيا لما بتعملي كده؟ المشكله لا، مش يعني انا ماني نازله بغايه اني لا والله حابه اعمل هالشغلانه ولا حابه اعمل هالشوبينج مشان ارضي حالي ولا بدي، لا ما هي هيك بشتري عجبتني بشتريها بس احطها. خليني ادخل في الموضوع ده. كل ده احنا في المألوف. أوكي. انت بطبيعه عملك لازم تنزلي تعملي شوبينج، لازم تبي فيت جسمك مظبوط خارج المألوف، حاجه وانت صغيره كنت بتحلمي انك تعمليها. رحتي عملتي باراشوت جامبينج مثلا، رحتي عملتي سفاري في الصحراء. هو المهم ايش الغير مألوف بالنسبه للميا نفسها؟ بالنسبه للميا نفسها بالظبط كده، مش الحاجات اللي احنا بنهرب بيها من الروتين الرتابه الحياه. الشوبينج، الجيم، الخروج على العشاء مع الأصحاب، كل دي حاجات إحنا بنحاول نخرج منها من روتين الحياة. ما هو حاجة هون غير مألوفة. أوكي، هون السؤال يطرح نفسه، لأنه هذه الأشياء اللي هي مفروض المألوفة والطبيعية، يعني المفروض يكون الواحد يعني معناتها عادي إنه بيمارسها وعادية. يعني أنا قلت لك المألوف ما وصلت أعمله، يعني كيف الغير مألوف؟ بالظبط كده، انت عايزه تبتدي من الغير مألوف. صح. علشان تقدري توصلي للمألوف، علشان نقدر نوصل ان انا افايند باشن في عشاء مع الناس، افايند باشن في الشوبينج اللي انا بعمله، يكون عندي باشن في الحاجات اللي انا بعملها كل يوم. لازم اخرج عن المألوف في حياتي الاول. ازاي اوصل لدرجه؟ ازاي اكسبيرينس الباشن؟ ما انت مش هتقدري تطبقيه على كل. طب لميا هذه الحاله يعني بدات لك من مده بسيطه، قديش لها معاكي؟ لا للاسف لها فتره. يعني الاحساس برتابه الحياه شيء مؤقت ولا دائم؟ مؤقت. مؤقت، بس على حسب كلنا بنحط نفسنا فيه والفتره قد ايه. يعني البشر عامه بيحبوا قوي يلعبوا دور الضحيه. طب اعمل ايه؟ ما هو ده اللي حصل، انا هو ده اللي انا وصلت له. لما نيجي نتشالنج البشر او نتشالنج الشخص انه اوكي
انت رافض هذا المساحه اللي انت موجود فيها بالرتابه دي، ايه غير المألوف اللي انت ممكن تعمله؟ ايه الحاجه اللي فعلا بتمتعك؟ ازاي انا اقدر احط لنفسي، انا لو انا بعشق الكتاب، ميسا بتحبي تكتبي صح مقالاتك، لو انت هتكتبي مقالاتك لوحدك مش هيكون فيها الباشن الكافي اني انا اروح اجتمع مع عدد من الناس الشغوفين الى اقصى درجه بكتابه المقالات. والتغير والاكستشينج اوف اكسبيرينس، تغير الافكار، تبادل الافكار وتبادل الشغف. انا امبارح كتبت المقاله الفلانيه وده عمل وده نشر له كذا، ده بيطفي جو من الشغف على الـ 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 الحاجه اللي انت بتحبيها. ده سبيل مثلا ان انا اغير، بس برضو محتاج الخطوه الاولى مني انا شخصيا، اني انا زهقت من الخط وعايزه حياتي يبقى فيها اب اند داون. والشغف عشان الواحد يعيش بشغف هيكون عنده بيكس، هيبقى مبسوط جدا، هيكون عنده نجاحات كبيره جدا قد ما هيكون عنده نقاط فشل. وده اللي احنا بنقوله، نقبل ونسمح لنفسنا ان احنا نغلط، مش لازم كل حاجه تبقى على المسطره صح. طبعا. طب استاذه مروه، يعني لو لم يحب التغير، ايش الصعوبات اللي راح تواجهها عشان تخرج من هذه الرتابه؟ البشر عامه عندهم ثلاث صور بيعيشوا من خلالهم. الصوره الاولى هي الصوره اللي انا عايزه اظهر بيها قدام الناس، فعايزه اظهر ازاي قدام الناس على اكمل وجه ممكن بالنسبه في عين الناس اللي انا بتعامل معاهم. الصوره الثانيه واحنا اللي بنسميها الانترنال كريتيك، الناقد الذاتي. لو عملتي كده هيحصل واحد واثنين وثلاثة واربعة، وبيبتدي الشخص من جواه ينقد نفسه إلى أعلى درجة. الصورة الثالثة اللي هي صورة الكمال، أنا علشان فعلا أقدر ألبس كل الفساتين دي اللي أنا جبتها لازم وزني يكون كذا، طولي يكون كذا، لازم وسطي يكون قياسه كذا. الثلاث صور دول لو كانوا متباعدين لدرجة كبيرة مش هنقدر نوصل للشغف. لازم نقرب الصور الثلاثة، لازم ما اكونش أنا عايشة في صورة الناس عايزاني أبقى إزاي، فبالتالي أنا هلبس شكل المطلوب مني. يعني لازم to live who I am more than what I am supposed to be. الشيء اللي أنا أكون عليه مش اللي الناس تبغاه، مش اللي أنا مفروض علي أكون عليه. الانترنال كريتيك لازم احاول ابقى رحيمه مع نفسي شويه، لازم اكون كومباشنت مع نفسي شويه. مش معقول اني انا دائما وابدا الناقد الذاتي الداخلي، انت بتعملي كده ازاي وليه ولازم ومفروض والحدود والقوانين اللي بيضيفها عليا الناقد الداخلي. نيجي على الصوره الكامله او الكمال بالنسبه لنا، زي ما قلنا النساء بطبعهم بيرفكشنست، مش لازم علشان فستاني يبقى حلو عليا جدا لازم اكون بلبس سايز 2 نمرة 2، لا أنا ممكن يبقى 2 و3 و4 و5 وساعات 10 و12 وبرضه بكون في منتهى الأناقة وفي منتهى الشياكة. أحاول إني أقرب الثلاث صور دول، ومنهم لو الصور الثلاثة دول ابتدوا يقربوا لبعض هيكون في شغف أعلى وهيكون في الحق إني أغلط وما أغلطش. لم كلام أستاذة مروة قابل للتطبيق في الحياة؟ بصراحة هو صعب شوية، لأنه ما حكيت لك أنا شخصيا أنا ما بشوف، يعني هي أنا ما بشوفها حق، يعني هي حالة كآبة ولا أنت راضية؟ أنا وصلت رضيت راضية يعني، وما هو مش يعني إيه وصلت رضيت؟ يعني هو اضطريت اني ارضى بده؟ ارضت نفسها بالضبط كده. هو في الاول يعني كنت اتساءل، ما كنت يعني كنت اتساءل ليش هيك ولا ليش صار هال، معناتها ما عاد يعني ما عاد يدهشني شيء، ما عاد اتفاعل مع شيء، ما عاد هالدهشه، ما عاد هال، يعني تساءلت في الاول، فكرت انه اروح حتى اروح انه الاختصاصي، بس انه لقيت حالي في بعد فتره وجيزه لا تعودت وعادي بسيطه انا مرتاحه، وين المشكل يعني انه وين المشكل فعلا. بس انا بقول انا يعني بين قوسين هي يعني صح، ممكن هالروتين وهالخط المستقيم، بس ما في كآبة بالنص ولا ما في سلبية، بالعكس يعني هاي الشيء الوحيد اللي أنا بقول صح، ما في شغف وفي رتابة وفي روتين، بس ما في سلبية في الموضوع يعني الدليل من بالعكس. من وجهة متخصص دي في حد ذاتها سلبية. أوكي. لازم ترجعي، وأنا رأيي لو حابة فعلا تطلعي من هذه الحالة تقدري تعملي ثلاث حاجات. الحاجة الأولى أن أنت لاقي حاجة غريبة جديدة عايزة تتعلميها، and go for a class session واثنين وثلاثة
حصه اثنين ثلاثه وتعلمي حاجه خارج نطاق عملك وحياتك اليوميه. دي اول حاجه. تاني حاجه حاولي تبقي موجوده حوالين ناس انت شايفه ان هم شغوفين بالاشياء اللي هم بيعملوها. التواجد في محيط شغوف الى اقصى درجه هيشعل عندك درجه من درجات الشغف وهيبتدي يخليك تشوفي ايه الحاجات اللي ممكن تتعاملي معاها. الحاجه الثالثه جورنال. ابتدي كل يوم ايه الحاجه افتك اقعدي مع نفسك كده فتره لان الشغف بيطلع بالفراغ ما بيطلعش واحنا مشغولين جدا جدا ونازله الصبح ونازل وبعد الظهر ورايحه وجايه. لازم يكون عندك وقت تفكري فيه شغفك الشخصي ايه مش واجباتك، لان في فرق شاسع بين الواجب وفرق بين اني انا اكون شغوفه بشيء. وابتدي اعملي على مدار شهر جورنالينج افري داي كل يوم ايه الحاجات اللي ممكن تثير الشغف عند لميا. بعد شهر في نهاية الشهر ده هيكون عندك مجموعة كبيرة جدا من الأفكار. اختاري أكتر حاجة وانتي بتقريها بتضحكي. ممكن لو أكتر حاجة لو قريتيها ولقيتي ناس يستحيل أعمل كده روحي اعمليها واطلقي العنان للخيال. الموضوع ده مفهوش صح مفهوش غلط مفهوش حدود. جميل. واطلقي العنان للخيال. طيب سيدة مروة قبل ما نتابع حديثنا بس خليني أروح لفريق سيدتي قام بتحضير بعض النصائح للمساعدة على العيش بشغف. خلينا نتابع هذه النصائح ونرجع للحوار. يقال أن الشغف هو محرك الحياة لا بل أكثر الطرق إلى السعادة، لكن لتحقيق ذلك لابد من تغيير إيقاع حياتك اليومية عبر النصائح التالية. حددي هدفك في الحياة لتحقيق أمنياتك. املئي ساعات نهارك بالعمل النافع. ابتعدي عن الفراغ والوحدة لأنهما يدفعانك نحو الكآبة. لا تجعل الأحزان والهموم تتمكن منك وحاربيها بالتفاؤل. كن اجتماعية ومتفاعلة مع محيطك. هكذا أنت امرأة تعرف كيف تعيش بشغف. منك أستاذ مروة ونصائح من التقرير السريع لمر، أبغى أسألك إيش النصيحة الأخيرة اللي توجهيها للمشاهدين اللي فعلاً بيحسوا برتابة حياتهم؟ نخرج عن المألوف. حاولوا قد ما تقدروا. في إحنا ساعات كتيرة قوي بتيجي لنا فكرة لا 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 يستحيل أعمل كده. هي دي إكزاكتلي الفكرة اللي المفروض نحن نعملها. يعني أنا مثلاً في الشغل ابني عمره 9 سنين جالي من 3-4 أيام قال لي مامي أنا قررت أني أنا هشتغل في حاجة أنا بحبها جدا. قلت له ليه؟ قال لي لأن أنا لو بعد لو هجري ورا الفلوس هصحى الصبح متضايق مضطر مش هقدر مش هيعاقبوني وهيخصموا مني رواتب فلوسي فبالتالي احتمال أديهم فلوس أكتر ما أنا أخد منهم. بس لو عملت حاجة أنا بحبها جدا من قلبي ساعتها هم هيجروا ورايا علشان يشغلوني ويدوني فلوس أكتر من ما أنا هكون طالب. This is exactly اللي احنا بنقول عليه. اعمل حاجة أنت بتحبها إلى أقصى درجة. حاجة تانية إيه الحاجة اللي ممكن أنا لو عملتها تخليني فعلا أضحك من قلبي وتخلي الناس اللي حواليا يشكروني إلى أقصى درجة. مهم جدا إن احنا نروح لنعمل للناس خدمات احنا بس اللي نقدر عليها واحنا بس اللي نشكر عليها. جميل. أكلة بسيطة أنا عطيتها لجيراني، بقرأ كتاب في مستشفى، الحاجات الصغيرة اللي احنا بتعدي علينا من كتر ما احنا مشغولين في يومنا بشكل كبير قوي. يعطيك العافية سيدة مروة، دائما نصائحك جميلة. لمي أتمنى أنك تكوني كمان استفدتي، وإذا ما استفدتي كمل الكورس مع سيدة مروة برا الحلقة. يعطيكم العافية على وجودكم معنا سيدتي. مشاهدين هذا فاصل قصير ومواصلين معكم، خليكم معنا. أنت متفوقة معها والطموحة معها. أنت السعيدة معها الرابحة معها أنت
الشابة الدائمة، سيدتي، سيدة المجلات العربية. سيدتي نت، معك أثناء دراستك، معك في مملكتك. ومجلة سيدتي لكل فرد من عائلتك. سيدتي وموقعها الجديد لكم ومعكم كل لحظة. في سيدتي بعد الفاصل، فتوى في الأردن تجيز إجهاض الجنين المصاب بمرض فقر الدم. بكم من جديد. انطلقت فتوى في الأردن تجيز إجهاض الجنين المصاب بمرض فقر الدم المنجلي طالما لم يبلغ 4 أشهر. المزيد مع زميلتي جيهان حول هذا الموضوع، عليك يا جيهان. فعلا ما سيعتبر هذا المرض الوراثي اللي هو فقر الدم المنجلي من أكثر الأمراض الوراثية أو أحد أكثر الأمراض الوراثية شيوعا، له أسباب وأعراض كثيرة قد تكون أو تشكل عبئا ثقيلا على الطفل المصاب به وعلى عاتق أهله كمان. خلينا نشوف هذا التقرير ونعود للحوار. مرض فقر الدم المنجلي من الأمراض الوراثية الانحلالية التي تسبب تكسر كريات الدم الحمراء، والأكثر شيوعاً في دول البحر الأبيض المتوسط خاصة الأردن. وتكمن مشكلة المرض في إنتاج نخاع العظم لكريات دم حمراء والتي تنقل الغذاء والأكسجين إلى مختلف أنحاء الجسم. المرض هذا عبارة عن البروتين، بنعرف أنه عبارة عن أحماض أمينية، فالخلل بيكون في واحد من الأحماض الأمينية، خلل في حامض أميني واحد يؤدي إلى هذا المرض. خلل وراثي بباشر المريض منذ نعومة أظفار ويعاني من المرض. المريض يعاني من فقر دم، بالإضافة لنوبات ألم تصاحب فقر الدم الذي سببه تغيير في شكل الكرة الدم الحمراء. محمد هو بيعاني من فقر الدم المنجلي من طفولته، يعني من ولادته. لما راجع لأطباء كمان هو عودوا على الباثودين، فلما راجع الأطباء ما برضوا يعطوه الدواء المناسب له، يعني بيدعوا على إنه هذا الولد مدمن، فأنت بدك تصير تعالجه بأمراض الإدمان. فهم عودوا على هذا العلاج، والعلاج هذا يا الله يقطع فيه من وجعه. كان يصيبني آلام شديدة بين إجري وجسمي كله. لما أذهب على المستشفى يعطوني إبر مسكن، أول شيء ثقيلة كانت، لما عودوا عليها جسمي لما أرجع مرة ثانية يقولوا أنت مدمن، إنه ما يعطوني إياها، يعني بعد صراخ شديد ممكن يعطوني إياها، يعني يقتنعوا يعطوني إياها. كل جسمي، إجري، في ظهري، رأسي. وتجنباً لانتشار المرض بكثرة وتحديداً للنسل، سارعت دار الإفتاء الأردنية إلى إصدار فتوى دينية تجيز إجهاض الجنين المصاب بمرض فقر الدم المنجلي طالما لم يبلغ 4 أشهر، داعية الجهات المختصة محلياً إلى سن قانون يمنع زواج الرجل والمرأة المحتمل إصابة أبنائهم بهذا المرض. هذه الفتوى قيدت هذا الأمر بالذات بأن هذا الأمر إذا انطبق هذا الضابط على هذا المرض، ولا يكون ذلك إلا من خلال تقرير من لجنة طبية، فإذا أدى هذا المرض إلى فعلا إلى إيجاد تشوهات وعدم استقرار الحياة لهذا الجنين، وكان هذا الجنين دون 4 أشهر من عمره، جاز إجهاضه بناء على هذه الفتوى. المرض الوراثي وكيف يتعامل معه الطب أمر مهم نتطرق إليه مع ضيفتي هنا في الاستوديو، الدكتورة جمانة يوسف الأعمى، استشارية طب الأطفال والأمراض الوراثية وأستاذ مشارك في جامعة الملك عبدالعزيز.
دكتورة في البداية بسألك إيش هو هذا المرض بالضبط وكيف بيتصاب به أطفالنا؟ هو مرض وراثي زي ما شفنا في التقرير، ومرض يصيب الخلايا الدم الحمراء، وتكون شكل الخلية غير طبيعي. في الأحوال العادية تكون شكل الخلية طبيعية، ولكن في بعض الأحوال عندما يتعرض الطفل لظروف معينة مثلا سخونة. يعني هو الخلية يعرفوها من شكلها، ما هو زيادة أو نقصان في العدد. نعم سبحان الله، شكل الخلية كالوسادة كالوسادة بالتمام زي ما شفنا. ولذلك الخلية عندما تمشي في الـ في الـ في الأوعية الدموية، لما توصل الأوعية الدموية الصغيرة جدا لأنها كالوسادة تستطيع أن تنحني وتدخل في الأوعية الصغيرة. في الأطفال اللي عندهم الأنيميا الدم المنجلية في الظروف يتغير شكل الخلية إلى الشكل المنجلي، فلما توصل الأوعية الصغيرة لا تستطيع أن تدخل فيها. في الظروف العادية يكون شكلها كالوسادة، ولكن عندما مثلا يتعرض الطفل لجفاف أو يتعرض لسخونة أو يتعرض لظروف معينة تصبح هكذا، ويعني تعلق ولا تستطيع أن تمشي في هذه الأوعية، وبالتالي إذا وقفت هناك لا يستطيع الدم أن يدخل، وبالتالي تظهر الأعراض. من هذه الأعراض مثلا تخيل أنه الدم مش راضي يكمل مسيرته، تجلط كلوتينج. نعم بالضبط، فتصبح جلطات صغيرة. الجلطات الصغيرة تؤدي إذا كانت في أوعية صغيرة تؤدي إلى مثلا آلام، إذا كان في جهاز كبير ممكن تؤدي إلى جلطات مثل الجلطات العادية اللي نسمع عنها. طب كيف إيش هي أسباب بالضبط انتقاله؟ يعني هل هو سبب مثلا رئيسي في أنه يكون أحد الوالدين أو الوالدين كلاهما عندهم هذا، يعني يحملوا هذا المرض؟ نعم، هو مرض وراثي ينتقل بالصفات المتنحية. معنى هذا إحنا عندنا من كل الجينات جينان، زوج من كل جين، نأخذ واحد من الأب واحد من الأم. إكس وواي؟ لا مش ممكن، يعني بس فردة من الأب وفردة من الأم. ففي الصفات المتنحية إذا كان واحد سليم واحد مصاب يكفي يتنحى المصاب للسليم، فالسليم يقوم بالواجب. فإذا كان الشخص حامل للمرض لا يظهر عليه المرض، ولكن إذا كان الشخص الحامل للمرض تزوج شخص آخر حامل للمرض وجابوا أولاد، ممكن أن إذا لما يعني ينجبوا لو انتقلت الصفة المصابة من الأم والمصابة من الأب يأتي الطفل المصاب، لأنه إذا أخذ النسختين المصابة لم يبقى هناك الجين السليم اللي يحمي من المرض. طب دكتورة ممكن توصفينا حالة هذا الطفل يعني المصاب بهذا المرض، كيف هو في بيته، إيش الألام اللي بيحس فيها، وهل ممكن فعلا الأسرة تتأقلم على حالته؟ يعني منذ الشهور الأولى من بعد تقريبا 6 شهور يبدأ المشاكل الصحية، وزي ما قلنا السبب أنه الجلطات الصغيرة هذه سواء كان على مستوى ضعيف أو على مستوى الكبير في مختلف الأجهزة. فإذا كانت جلطات حادة فتؤدي إلى المشاكل الحادة، مثلا الإحساس المفاجئ بالألم، أو مثلا لا سمح الله توقف القلب أو الدماغ أو هكذا، أو ممكن تؤدي للوفاة. نعم، أو ممكن الوفاة إذا كانت أو الشلل لا سمح الله أو هكذا. لكن إذا أصبحت مثلا على شكل مزمن ممكن تؤدي إلى فشل الأعضاء كفشل الكلية أو فشل الأعضاء الأخرى. طب متى ممكن يعرفوا الأهالي أنه هو طفلهم أو جنينهم مصاب بهذا المرض؟ في مرحلة الجنين. نعم. إذا كان يعني معروف أنه هذه الأسرة تحمل الأب أو الأم والأم حاملين للمرض، فيمكن عمل الفحص الجنيني بأخذ عينة من السائل اللي حوالين الجنين. نعم. حول الجنين وفحصه للجين إذا يعني كان لو مصاب. ما طلبوا الأهالي أو إنه هم يعملوا هذا الفحص بالذات مو ممكن يتعرفوا عليه مع الفحص الدوري اللي بتسويه الأم؟ لا، الفحص الدوري لا يكشف عنه، لأن هذا فحص يعتبر انفيسيف، يعني يحتاج إلى إبرة يعني تدخل في المنطقة اللي حوالين الرحم. نعم. طب دكتورة قد كده يعني خطير المرض وإحنا ما إحنا دارين عنه، يعني وإحنا شفنا دحين في الأردن طلعوا فتوى لأنه الولد بيعاني، يعني اللي شفناه في التقرير، فهل يعني هذه الفتوى مطبقة هنا كمان في السعودية؟ هل أنتم مثلا كأطباء طلبتوا بهكذا فتوى يعني أنه هو إسقاط الجنين قبل 4 شهور؟
طبعا الامور الشرعيه هذه يعني لها اهلها ولها انتم كاطباء فيها. ولكن احنا يعني في وحتى كاطباء يعني في اللجان الشرعيه اللي يدخل فيها الاطباء الفقهاء صح. وهذه لها لجان موجوده في المملكه ولكن والرجوع عاده يكون لهذه اللجان ولها احكام وحتى في الحالات الفرديه ترجع الى هذه اللجان وعموما يعني مجمع الفقهاء الاسلامي اللي هو يعني يحكم معظم المناطق يعني يكون مرجع في هذه الامور. قديش نسبه الاصابه عندنا في السعودية، هل هي كبيرة؟ نعم، من يعني الدولة من الدول اللي هي يعني تعتبر الأنيميا المنجلية من أعلى الدول في العالم، ولذلك يعني يتم عمل فحص قبل الزواج، يعني من الأمراض الرئيسية التي يتم فحصها هي فحص الأنيميا المنجلية. طب دكتورة ما يعني لو تعطينا نصيحة بس كده عن يعني المرض خطير وإحنا ما إحنا دارين عنه، أنت شفتي حالات وفاة كثير من هذا المرض؟ هو إحنا يعني مين اللي مو داري عنه يعني هو في كثير طبعا يعني في كثير يعني يعني أنا شايفة إنه الموضوع إنه لو بنفحص بعد الزواج ما هو كفاية، أو بعد ما خلاص تقدم الخطيب للخطيبة ما له فايدة يعني أشوف. أيوة يعني هو في طبعا خطوات كثيرة يعني للوقاية من هذا المرض. نعم. يعني في خاصة في السنوات الأخيرة هذه وهذا، لكن بالنسبة لفحص ما قبل الزواج يعني بيتم فعلا زي ما تفضلتي في الخطوات اللي هي في قبل الزواج كما نعم. مسمى يعني قبل الزواج نعم. وأحيانا بعض الأشخاص يعني بيستمروا في الزواج بالرغم من النتيجة صح. وهذا يعني قد يكون لأسباب اجتماعية يعني ضغوط اجتماعية صح. يا إما أنه ارتبطوا الشخصين ببعض صح. ارتباط وثيق وصار صعب أنهم يتراجعوا يا إما أنه ارتبطوا اجتماعيا الآباء مع بعض صح. وكنا إحنا قبل كده تكلمنا ونشرنا في مجلات علمية وكذلك رفعنا في بعض التوصيات أنه قد يكون من الأصلح مثلا من الأخذ بعمل الفحص في مراحل سابقة لهذا، ربما في مرحلة يعني الخروج من المدرسة وقبل دخول الجامعة، بحيث أنه مثلا الشخص إذا عرف نفسه أنه حامل المرض، لنفرض يعمل للذكور فقط، والذكر الذي يعرف أنه حامل للمرض عندما يتقدم للخطوبة الأنثى تفحص. يعني. استشارية طب الأطفال والأمراض الوراثية دكتورة جمانة يوسف الأعمى أشكر تواجدك معنا وأشكرك على هذه النصائح، وإن شاء الله يعني كلنا إحنا هنا دورنا إن إحنا يعني نوعي وإن شاء الله نأمن يعني بمجتمع صالح ومعافى إن شاء الله. شكرا لك. شكرا لك. مشاهدينا فاصل ومواصلين معكم سيدتي، خليكم معنا. اسمها نوف، التقت أمها بعد 20 سنة من الفراق. اسمها شمس، خدعها شاب متهور وأنقذها رجل صالح. اسمها ندى أو وفاء، لكل امرأة حكاية طموح أو دموع أو احتياج أو ظروف صعبة، كيف نجعلها تتمسك بالأمل؟ قصص سيدتي الإنسانية تنقل لك حكايات واقع صعب وإصرار على بدايات جديدة. سيدتي بعد الفاصل، تكريم للياس الرحباني ومقابلة مع زياد البرجي. أهلا بكم، هذه جولة على بعض الأخبار السعودية الصادرة اليوم. نبدأ مشاهدينا جولتنا الإخبارية من صحيفة الشرق، إذ حذر باحث متخصص في علم النفس من ارتفاع نسبة المعاكسات في المملكة إلى 215%، مؤكدا أن الإحصاءات الرسمية المتعلقة بظاهرة التحرش بالنساء والمعاكسات تسجل ارتفاعا ملحوظا، وطالب الجهات المختصة إلى المبادرة بسرعة معالجة الظاهرة بعد دراستها والوصول إلى توصيات علمية تساعد في حلها.
إلى صحيفة اليوم، حيث كشف مدير عام الأحوال المدنية بالمنطقة الشرقية محمد العواص استلام 120 ألف سيدة في الدمام لهوياتهن الوطنية منذ افتتاحها عام 1422 هجريا، وأن الطلبات المقدمة من السيدات حاليا في تزايد كبير. وأضاف أن استخراج البطاقة الوطنية للنساء سيكون إلزاميا بعد 7 سنوات، إذ سيكون التعامل وقتها بالبطاقة الوطنية لدى جميع الجهات الحكومية والبنوك. أيضا مشاهدينا، من صحيفة الحياة خبر كشف الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دكتور عبد اللطيف آل الشيخ أن الهيئة توفد بعض موظفيها إلى الخارج لدراسة اللغة الإنجليزية. وقال ردا على سؤال لصحيفة الحياة: سنقوم بتكثيف دورات اللغة الإنجليزية لمنسوبيها، وسنقوم بابتعاث بعضهم في القريب العاجل في دورات تصل إلى 3 أشهر لكل مبتعث، مضيفا أن المملكة أصبحت مكانا لجميع سكان الأرض بلغاتهم وتقاليدهم ودياناتهم، وهذا ما دعانا إلى البدء بتعليم أكثر من لغة لمنسوبينا حتى يتمكنوا من التعامل مع الناس. طبعا يعني الإشارة لموضوع المملكة صارت مكان لجميع سكان الأرض، بمعنى إنه المملكة بتستقبل حجاج ومعتمرين، وربما الهيئة رح يعني تحاول أكثر تساعد هذول الحجاج والمعتمرين في يعني التحرك وسط المشاعر، غير طبعا أعمالها. بعض أحيانا بنقرأ بعض المقيمين في السعودية من فلبينيين أو ما شابه بيسلموا أحيانا من عند زيارتهم للسعودية. دائما في انتقادات على الهيئة، لكن ما ننكر أن في أشخاص من أفراد الهيئة بيكونوا إلى حد ما لطيفين وبيعرفوا فعلا يوصلوا كلمة صحيحة. عموما مشاهدينا، راح نروح الآن لخبر دراسة بريطانية. اليوم انتشر هذا الخبر كثير، دراسة بريطانية تصنف المرأة السعودية في المرتبة الأولى بالدلال. الخبر تنشر على صحيفة اليوم الصادرة من المنطقة الشرقية في السعودية بتاريخ اليوم. أما بتاريخ 17 أبريل 2012، فكانت عكاظ نشرت الخبر نفسه، دراسة السعودية ثالث أجمل امرأة في العالم. كان طبعا الدراسة تشير إلى أنه المرأة السعودية وصلت لهذا المركز بعد المرأة المجرية والبولندية. أيضا العربية نشرت الخبر لكن رجعت سحبته، لأنه لو عملتوا سيرتش على هذا الموضوع على جوجل أكيد راح يطلع لكم هذا الموضوع بتاريخ 2004 بتاريخ 2007 في بعض المنتديات وبعض المدونات. عموما الخبر ربما يكون صحيح مو صحيح، حتى مصدر الدراسة ما حد عارف يوصل لها، لكن بلا شك المرأة السعودية جميلة وما تحتاج أصلا التصنيف. عموما مشاهدينا، ننتقل لأخبار المشاهير، وفيها تكريم إلياس الرحباني من قبل السفارة الفرنسية ومقابلة خاصة مع زياد برجي. التفاصيل في هذا التقرير. نبدأ أخبار المشاهير لليوم من بيروت، التي شهدت بالأمس حفلا تكريميا مميزا للموسيقار إلياس الرحباني، أقيم في قاعة المعارض في السفارة الفرنسية في بيروت، حيث منحته الجمهورية الفرنسية وسام الأداب والفنون تقديرا لمسيرته المشرفة في الموسيقى. هذا التكريم يعني مكافأة على الإنسان اخترعه الناس، وحلو، هذا اختراع حلو، وبقول أنا كرمت كتير. يعني بلبنان عندي 2 من الرؤساء، إلياس سركيس ومن الرئيس لحود، عندي وسامين مهمين، وبعدين عندي 150 تكريم من لبنان، ما بقدر أقول شيء على إلا منيح من لبنان اللي عملوه. أول شيء بدي أقول له مبروك، وبدي أقول له نحن كتير نفتخر فيك كلبنانية، كشخص قدر يوصل لبلدان عربية وكمان بلدان أجنبية، كشخص كان أفانغارد وكان أول الأشخاص اللي فوتوا هالموسيقى على بلدنا وعلى وطننا العربي. أكيد بدي أقول له مبروك وإن شاء الله ما يزيد من التألق. بقول له مبروك وبقول له إنه كتير بيستاهل. ياسر الرحباني إنسان كتير مهضوم مثل ما بتشوفوه على التلفزيون، منه كتير مغير. أكتر شيء في الشغل
اللي كثير بتاثر فيه طيبه قلبه وحنيته، كثير حنون علينا وعلى اولادنا وعلى العائله، بحب العائله كثير. هي لفته حلوه من قبلهم يقدروا هيك شخص كبير، فنان كبير عندنا بلبنان، ان شاء الله عقبال اللي عندنا هون يقدروا فنانيننا كمان. سو هيدا شيء بيستحقه استاذ الياس، وانا سعيده كثير وشرف كبير لإلي، واذا بدك وسام كبير لإلي اني انا عم نشتغل سوا وايد بالايد. ووليدة شغلنا كان هلا الكليب الجديد والاغنيه الجديده من كلماته والحانه وتوزيعه. نبقى في بيروت، وهذه المرة مع الفنان زياد برجي الذي شارك مؤخرا بصبحية نسائية بمناسبة يوم المرأة العالمي، وخلال الحفل تم تكريمه على نجاحه الفني. انبسطت كثير بهذا الإيفنت، وكثير بحب المطارح اللي بحس فيه المرأة عم تتكرم وتتقدر، والمرأة يعني العمود الفقري تبع المجتمع، إذا ما اهتمينا فيه المجتمع كله بيفرط. زعينا سوا خبرني، سمعت انه في مشروع سينما هلا جد اليوم هلا راح ينعرض تصوير مع مين؟ خبرنا شوي تفاصيل. مع مروه جروب، انا ودليدا، سيف الشيخ نجيب، كريم رزق الله، وجروب حلو وكذابه جزء كبير منه، يعني جان دكاش ومارسيل مارينا، سي جورج، رانيا عيسى، كثير اسماء بعدها معنا. هو الفينال تبع حلو وكذابه راح يكون بالسينما. وعلى صعيد الغناء نيو سينجل هلا مع ام تي في، هي اول تعامل مع ام تي في برودكشن مع جهاد المر حبيبي. هلا اول سينجل انا مش مجنون، كلمات احمد ماضي، الحاني، توزيع بلال الزين. اذا مشاهدينا المواضيع، المزيد من المواضيع بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا. حبيبة، ربما تنزعجين من تصرفاتي أو أقوالي، ربما أتضايق من نصائحك أو توجيهاتك، لكني أعرف كم تتألمين عندما أمرض وكيف تسعين وتدعين لي كي أنجح وأكون أفضل بنت في العالم. ماما ميا، أحبك وأتمنى أن أستحق أن تكوني أمي. سيدتي تدعوك وأمك ليوم من أجمل أيام العمر مع سيدتي أنت ست البنات وأمك أحلى الأمهات. ماما ميا، Here I go again, my, how can I resist? في سيدتي بعد الفاصل. من الرياض، بدرية البشر توقع غرميات شارع الأعشى ونجد قبل النفط. أهلا بكم من جديد. وقعت الكاتبة الدكتورة بدرية البشر أمس كتابيها نجد قبل النفط وغراميات شارع الأعشى. توقيع كتابي بدرية البشر جاء على هامش فعاليات معرض الكتاب في الرياض. التقرير التالي يلقي الضوء. وقعت الكاتبة الدكتورة بدرية البشر في معرض الرياض الدولي للكتاب مساء أمس كتابها نجد قبل النفط ورواية غراميات شارع الأعشى وسط تفاعل جماهيري من كلا الجنسين. الحقيقة أنا عندي كتابين صدروا، رواية غراميات الأعشى عن دار الساقي، ونجد قبل النفط من خلال حكاياتها الشعبية عن دار جداول. هي أنا جيت طبعا بس للتوقيع، بس أسمع آراء كثير إيجابية، الناس مبسوطة، التنظيم عالي، هدوء،
وفي إقبال كبير كالعادة، يعني يبدو أنها تظاهرة مهمة في الرياض تحدث، والإقبال عليها كثير مرضي. يعني أنا شخصيا اليوم وقعت عدد كبير ما كنت أبدا أتوقع أني أوقعه، وعادة لا أوقع في أي مكان، يعني أنا أوقع في أبو ظبي وفي بيروت، لا يكون العدد بهذا الشكل. يعني التاريخ العزلة اللي عاشته المرأة بسبب انضمامها أو التحاقها متأخرا بالتعليم والحراك الاجتماعي والثقافي، فيبدو أنها منطلقة ومندفعة لكي تعوض ما فات. كل كاتب كل اللي يتمنى أنه كتابه يوصل للناس، أنهم يقرأوا، كل أمل الكاتب أنه ينجح في توصيل مجموعة الأفكار اللي هو يعني يعتقد بها. نجد قبل النفط يعد دراسة سيولوجية تحليلية للحكايات الشعبية في منطقة نجد. صراحة أنا جدا معجب في كتاباتها، يعني تستهويني جدا، وكتبها دائما كل فترة يعني تنزل كتب، وآخر كتاب اللي هو هذا نجد قبل النفط، يعني أحس إن أنا لسه ما قرأته، لكن إن شاء الله أحس إن يعني طريقة تفكيرها كذا تعجبني، تستهويني، يعني أحس كذا فيها يعني فيها مغزى. الكاتبة بدرية البشر نالت جائزة أفضل عمود صحفي لعام 2011، وهي أول امرأة عربية تنال هذه الجائزة في حفل توزيع جوائز الصحافة العربية. لبرنامج سيدتي دانا دلجموني. إذن مشاهدينا راح نبقى مع عالم الكتاب، لكن مع زميلة خلود من الرياض. إليك يا خلود. شكرا ميساء، ونبقى في عالم الكتاب والإدارة والراوية، وأرحب بالكاتبة منيرة إبراهيم المشاري. مرحبا أخت منيرة، ونورتينا في استديوهات سيدتي. شكرا، يا أهلا وسهلا فيك. أول سؤالنا لك، أوكي، في نبغى في عالم الكتاب عامة، أو نتكلم عن قبل ما أحكي تقولي لي إيش حكاية القصة اللي أنت كتبتيها، أو عامة في عالمك، أبغى متى شعرت أنك تمتلكين موهبة الكتابة أو ملكة الكتابة؟ والله موهبة الكتابة كانت موجودة عندي من أنا صغيرة، يعني في التعبير، في الرسائل، في القصص، بس ما كان عندي الجرأة صراحة أني أكتب إلا بعد ما أدرس الشيء وأتعمق فيه. يعني جميل. وعشان كذا توجهت يعني في دراستي، بالبداية درست أدب إنجليزي يعني على أساس أقرأ الأدب والقصص وهالأشياء. جميل. بعدين اتجهت للكتابة الإبداعية، دراسة الرواية تخصص، ومنها يعني جتني صراحة الجرأة وكتبت يعني أثناء دراستي. حلو. يعني طيب هنا سؤالنا لك، كيف جاتك الفكرة عن كتابة الكتاب عامة؟ الفكرة أنا درست برا يعني، والفكرة القصة تحكي عن شباب عاشوا تجارب برا البلد يعني، وحياتهم هناك وطريقة تفكيرهم ومعتقداتهم يعني. فمن هناك يعني بدأت الإيحاءات. طيب يعني منيرة، اوكي، الكاتبه منيره، اوكي، اكتب اقول العظيمه ولا بلاش؟ لا بلاش. طيب. العظيمه ان شاء الله مستقبلا. ميرا، انت ايش كنت تحبين تستهوين عامه في كتاباتك؟ يعني كنت عندك فئه معينه انك متجهه لها، او عندك افكار معينه بتوصليها، او رسائل معينه؟ ابغى اسمع منيره ايش اللي هم طبعا فئه الشباب، فئه يعني اللي انا انتمي لها، يعني لانه احب دائما انه اي مثلا شيء، اي معلومه اعرفها، اي تجربه اسمع عنها، اي جميل. رساله احب اني اوصلها لنفس الناس اللي من عمري يعني. أيوه. فهم يعني توجهي اكثر شيء يعني. طب اعطيني فكره كمان زياده، انه في قصص انت تقولين، احنا قبل ما كنا نطلع، قبل ما نطلع على الهواء قلتي لي انه تشاركي حتى انت في قصصك في اشياء مرت عليك في حياتك، ان كان بديتي من حياتك الدراسيه الى حياتك، قصص واقعيه طرحتيها في قصصك. اوكي، فهل فعلا وكيف لقيتي كمان اعجاب الناس او الاقبال الشباب على كتابك؟ والله صراحة تفاجأت، يعني كان في إقبال مرة 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 كبير يعني. جميل. شبي أنا غبت مدة 4 سنوات يعني. جميل. آخر مرة حضرت المعرض قبل 4 سنين ما كان بهذا الإقبال، بالذات الشباب يعني. أي. وطبعا زي ما تعرف الحين الشباب عندنا 70% وفوق يعني طبعا. في السعودية. فتفاجأت أن في نسبة وعي كبيرة يعني، وجو وحبوا يعني الكتاب، حبوا الفكرة يعني، يبغون شيء يعني يناقش أفكارهم معتقداتهم. جميل. وكان في دعم صراحة. جميل. من نفسهم الشباب يعني. جميل، حلو. طيب وإيش القصة اللي أثرت في حياة منيرة أوكي، ودفعتك أكثر شيء لأنك تكتبين؟ والله هو انا عارفه ان لك كم اصدار كتاب كان،
بس ابغى شيء مميز. هو هذا يعتبر الاصدار الاول، لكن نقول انك انت قصص، يعني قصص ايوه من اللي كنتي تكتبيها. ايش اللي اثرت القصه اللي اثرت في منيرة؟ والله شوفي ما في صراحة قصة معينة، يعني أنا يهمني بالنهاية الرسالة، الرسالة يعني أول شيء أفكر فيه الهدف، إيش الهدف اللي أبغى أوصله مثلا للناس أو الرسالة المعينة، شيء يزيد وعيهم، قيمة يعني معينة منها عليها أبني القصة، يعني الشخصيات الأحداث. طبعا إحنا نعرف أن الأول إصدار وإن شاء الله بإذن الله ما يكون الأخير، طبعا إن شاء الله يكون هذا. فعيلة مخرجنا الفاضل يجيب اسمه آية. آية ليش آية؟ ليش آية؟ آية طبعا لغة تعني علامة وعبرة، والقصة يعني فيها علامة وفيها عبرة معينة للشباب. وآية كمان بطلة الرواية اسمها آية. أيوه يعني جميل، عصفورين حلو حاجة. رائع. طيب إحنا نعرف إن درستي في لوس أنجلوس. أيوه هذه الفترة عشان يعرفون ليش كانت غايبة أربع سنين، هذه الفترة اللي كانت غايبة فيها. بالضبط. أيوه طيب إيش اللي اكتسبتيه؟ يعني إحنا نعرف الثقافة الغربية غير عن الثقافة عامة إحنا عندنا شباب، كيف أنت دمجتي الموضوع هذا ما شاء الله وعرفتي كيف تسوين بدراية الكتابة عامة بكله؟ أول شيء طبعا يزيد وعيك، يعني لأنه تتعرفين على ثقافات أخرى غير الوعي المسؤولية، يعني إحنا يعني بالذات الشباب ما عندنا هذيك المسؤولية يعني في يعني الخليج عموما، يعني هي رواية خليجية مش بس سعودية. فغير لما تتحملين المسؤولية تصيرين أوعى، تمرين بتجارب، تمرين بضغوطات، تمرين كل شيء، يعني تتبلور يعني أحس شخصيتك. يعني طبعا عندها حلم منيرة أنه ممكن تطرح قصة أو رواية بس تكون بلغة إنجليزية. هو أنا حاليا عندي كتاب قصص قصيرة باللغة الإنجليزية أنا كتبته وأنا هناك في أمريكا، وإن شاء الله يعني أفكر في نشرة يعني. إن شاء الله يا رب. وإن شاء الله يعني ناوي، عندي هدف إن أكتب في اللغتين يعني. من عرب؟ طيب من عرب منيرة؟ والله ما في عرب معين يعني. يعني ما عندك يعني كاتب دائما أنت بتنزي مميز في حياتك؟ في كتاب معيني بس مو عرب، عرفت يعني. في ناس، في إرنست هيمنغواي الكاتب الأمريكي أميل لأسلوبه بالسلاسة البساطة يعني. في كتاب كثير صراحة بس كعراب يعني. طب ممكن يكون عراب البابا؟ أكيد أكيد الوالدين طبعا يعني شاهدت فيهم متروحة يعني، هم يسعدك عربيني بالقلب يعني. يسعدك ربي. طيب منيرة نبغى نسألك كمان على، شفتي أنت ما شاء الله المعرض كيف وشفتي كيف إقبال الشباب أوكي، إيش عطاكي دعم هذا؟ عطاكي زيادة إنه تشجيع ولا؟ جدا 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 يعني أقول لك تفاجأ صراحة يعني الدعم اللي لقيته من الشباب بالذات. جميل. يعني حتى كلهم راحوا قالوا لأصحابهم مدري إيش في كاتبة جديدة روحوا لها مدري إيه بتكون متواجدة الساعة الفلانية، يسألوني عن تجارب حتى أنا يعني عن دراستي يعني تحسين مرة كان في دعم يعني. طيب شفتي ما شاء الله تبارك الله الإقبال على يعني كتابك وعلى قصتك، وفي نفس الوقت في قدامك واحدة عظيمة زي الكاتبة بدرية البشر ونفس الطريقة بتوقع كتابة وكذا، كيف حسيتي بال؟ والله شعور يعني فخر صراحة، حسيت بالفخر. أكيد حسيت هي طب ما شاركت هي معك بشيء؟ أعطتك رأي؟ لا أنا رحت لها، أنا عرفت أنها موجودة في نفس اليوم فرحت لها على أساس أهديها كتابي، لأنه طبعا يعني هي رمز يعني. طبعا نعتز يعني بفكرها، احنا نقدم لها شكر عظيم يعني طبعا أكيد. والف مبروك على كتابها هذا، ودائما هي بتغمرنا باشياء جميله ورائعه اكيد. واحنا فعلا واحنا كمان نتخيل لك مستقبل كمان جميل ان شاء الله. ان شاء الله والله العظيم. ونبغى لغتين ان شاء الله، هذا اللي ناويه فيه يعني ناويه ودي اوصل كمان الكلتشر حقنا اول كذا كاتب السعوديه وحركاته عنده نشوف لا ان شاء الله هذه نية عندي. صنف كتابك من اكثر 5 كتب مبيعا اوكي، أفرحك الموضوع هذا ولا تمنيتي أنك كمان يعني كل إنسان يحب يطمح يكون عنده غيرة وده كمان يكون أحسن وأحلى يعني يكون المرتبة الأولى ومرتبة الثانية؟ انبسطتي؟ والله هو شوفي ما حطوا ترتيب يعني، فأصلا كون أنه يكون من الأكثر مبيعا في المعرض الرياضي يعني. صح. معرض الرياض تتكلمين عن أكبر معرض في الخليج وفي العالم العربي كله يعني ضخم مرة وملايين يعني الكتب موجودة عرفتي، فكون روايتي جديدة وأنا كاتبة جديدة تطلع من 5 يعني هذا شيء الحمد لله مرة كبير يعني أعتبره نجاح الحمد لله، وطبعا الفضل الله والفضل للجمهور كمان يعني. يسعدك ربي. طيب منيرة أبا أسألك سؤالي، متى تكون القصة
العظيمة هذه، مصرة على العظيمة. أوكي؟ إن شاء الله يا رب. أوكي؟ بعد آية متى؟ متى إن شاء الله. والله أنا في صدد قاعدة أكتب الحين رواية جديدة يعني برسالة مختلفة. وإن شاء الله يعني قريب يعني نقول. أنت إيش حلمك المستقبلي؟ إيش الرسالة ودك توصليها من قلب للعامة للشباب كل الشباب عامة، من بنات أو شباب عامة؟ طبعا أنه ننهض بالثقافة، أنه الناس الشباب بالذات يصير يقرأ، لأنه جت فترة شباب ما كان يعني هذاك القارئ، بس الآن رجعت الثقافة. أبغى يعني الكتابة اللي يصير فيه اهتمام أكبر بالكتابة، بكتابة الرواية يعني بدل ما اتجهنا للتكنولوجيا الكثير اللي هي فعلا ماخذة وقتنا كثير. ففعلا الكتابة، الإبداع، الفن، الأمور هذه، لأنه أحس أنه هذا اللي يدل على حضارة يعني أي مجتمع. سيدك ربي، وإحنا نتمنى لك كل التوفيق وكل النجاح. شكرا يا أوكي. ونتمنى لمنيرة إبراهيم المشاري كل العظيمة. شكرا. ان شاء الله باذن الله. واحنا نقول لك الف الف شكر، واحنا نتمنى لك كل التوفيق في كتاباتك، وان شاء الله نشوفك يوم من الايام ان شاء الله يا رب في احسن المقامات. شكرا جزيلا. يعطيكم العافيه اعزائي المشاهدين، وان شاء الله انكم استفدتوا من فقرتنا هذه، وان شاء الله هذا دعم لكل فتاه سعوديه ولا شاب سعودي. الكتابه رائعه، وعامه اللغه العربيه كلها رائعه. يعطيكم العافيه. والانفاص القصير ونواصل بقيه فقرات برنامجنا سيدتي. المرأة السعودية الثالثة عالميا من حيث الإصابة بالسمنة، 51% من النساء و 45% من الرجال مصابون بداء السمنة في المجتمع السعودي، 20,000 حالة وفاة سنويا بسبب السمنة ومضاعفاتها. تابعونا في سيدتي بفقرة خاصة عن السمنة ابتداء من السبت 16 من مارس مع الدكتور عائد القحطاني على خليجية. أرسلوا أسئلتكم عبر مواقع البرنامج على فيسبوك وتويتر. من جديد، وهذه جولة سريعة على مواقع التواصل الاجتماعي، والبداية مع تويتر. إذ تفاعل المغردون مع حملة لا تسأل بكم التي أطلقتها وزارة التجارة للحد من التلاعب بالأسعار، وجاءت أغلب ردود الأفعال مبتهجة بالقرار. فغرد عبد الملك الحوشان: من حق المستهلك أن يحصل على سلعة عليها سعر واضح ومكتوب، وألا يتم تسعير السلعة على حسب شكلك أو جنسك أو مكانتك. أما المغرد صالح الساكت فغرد: إن الفكرة جميلة، لكن المشكلة لم تحل فعليا، لأن باستطاعة كل محل أن يضع السعر الذي يراه مناسبا له. طبعا كلام منطقي. المغردة مشاعر العتيق قالت: المفروض قبل إطلاق هذه الحملة أن يتم تحديد أسعار المنتجات الاستهلاكية وإبلاغ جميع المتاجر بها، نريد تسعيرات ثابتة قبل الملصق. هذه طبعا هموم الشباب اليوم بخصوص قرار وزارة التجارة، أنه شوي خايفين من التسعيرات. عموما مشاهدينا، من تويتر لليوتيوب فيديو حملة لا تسأل بكم يوضح لكم الفكرة أكثر، نتابع. أيا كان المنتج اللي تشتريه، جوال، مواد غذائية، سيارة، فستان، كتاب، أنت راح تدفع مبلغ من النقود في عملية الشراء. طيب كيف تعرف سعر هذا المنتج؟ إما أنه يكون مكتوب على المنتج في بطاقة سعر وهذا ممتاز، أو أنه يكون غير مكتوب فتسأل البائع، وهنا مشكلة كبيرة. كيف تتأكد أن البائع أعطاك نفس السعر الحقيقي بدون زيادة، وما تكون تعرضت لعملية تحايل؟ باختصار لا تسأل بكم. وزارة التجارة أصدرت قرار يقضي بإلزام كافة المنشآت والأسواق والمحلات التجارية بوضع بطاقة سعر على معروضاتها من السلع، لكن الوزارة تحتاج دعمنا في مساعدتها بالإبلاغ عن المحلات التجارية اللي ما توضح أسعار منتجاتها ببطاقة سعر. إذا شفت أي منتج بدون سعر موضح عليه، قدم البلاغ من خلال تطبيق البلاغات على الهواتف الذكية، أو من خلال موقع وزارة التجارة على الإنترنت، أو بالاتصال على رقم الوزارة. اعرف حقك ولا تسأل بكم.
إلى صفحات سيدتي نت. ننتقل ووقفتنا الأولى على صفحتها على فيسبوك مع خبر من الصين، حيث فاجأت العالم بالإكسير المميز، وهو علاج للبشرة يعتمد على وضع قطعة قماش مبللة بالكحول على المناطق التي تحتاج إلى علاج وإشعال النار فيها. ويعمل هذا العلاج بحسب خبراء الصين على تنشيط الخلايا وإحيائها لتحفيز البشرة المترهلة والمجعدة. أما من حساب سيدتي نت على تويتر، فاخترنا لكم هذا الخبر عن تطور علمي هو الأول من نوعه في تاريخ البشرية، إذ توصل فريق طبي لابتكار قلب صناعي يستطيع إعادة الأموات إلى الحياة. وبحسب الخبر فإن القلب الآلي يمكن تركيبه خلال دقائق في جسد المريض أو المتوفي لإنقاذ المريض الذين أو المرضى الذين تتوقف قلوبهم عن العمل. عموما مشاهدينا، هذه كانت فقرات التواصل الاجتماعي لليوم. فاصل ومواصلين معكم سيدتي، خليكم معنا. سيدتي تطلق أسبوع الضحك على روتانا من السبت إلى الأربعاء. اضحكوا مع مواهب كوميدية عربية من السعودية والإمارات، وترقبوا نتائج المسابقة يوم الجمعة من اختيار أحد نجوم الفن العربي. للضحك أسبوع مع سيدتي، وللمنافسة موعد يومي على خليجية. في سيدتي بعد الفاصل، من الأكثر إنفاقاً، المرأة أم الرجل؟ بكم من جديد. بين الرجل والمرأة دائما ما يقع الجدل، وأكثر ما يكون حين يتعلق الأمر بالمال. فالرجل كثيرا ما يعتقد بأن المرأة هي الجزء الأكبر أو الأكثر إنفاقا وتبذيرا للمال، بينما يعتقد أو تعتقد النساء بأن الرجل لا يرى الصورة كاملة، فهو أيضا يبدد المال بطريقة أو بأخرى. عباس زهري ومي مطر مثالا على هذا الموضوع. فالسيدة مي التي رافقتها كاميرا سيدتي في يوم عادي تجولت واشترت بعض المقتنيات والملابس ودفعت حوالي 1300 درهم. أما السيد عباس زهري فقد اختار التجول على مكان للنظارات الشمسية ومحل ملابس واحد، ثم ألقى نظرة على بعض محلات الساعات، ومن ثم ذهب لشراء طعام فأنفق حوالي 1070 درهم. عباس زهري ومي مطر، أهلا بكم معنا في سيدتي. يعني 1070 على أكل ونظارة وشوز وجزمة حلاء، ودفعت فاتورة كمان اتصالات، ودفعت فاتورة الاتصالات الخاصة بك. لا أكيد طبعا. أمي إيش اللي كانت 1300 على إيش؟ كله تياب وأساس بتخصني يعني جزدين وشوز أكيد. طب إحنا لو اعتبرنا بالنسبة لك أنت عباس، النظارة مع الجزمة هي تعتبر ملابس زي أكيد. مي زي ما مي صرفتها، بس الفاتورة والأكل هنا اختلفت. وكمان في فرق تقريبا 300 درهم أو 200 خلينا نقول. في رأيك عباس، أول شيء خلينا نبدأ معك، قديش تنظر للمرأة أنه فعلا صريفة المرأة أكثر من الرجال؟ هلأ شوف، أكيد ما نعطي المرأة حقها، منقول أنه لازم تصرف وتشتري، لأنه بالنهاية الرجال ما بقى يشوف المرأة مثل ما كانوا يشوفوها من زمان. يعني إحنا هلأ لما نطلع بالمرأة بنطلع بشكل شو لابسة وكيف مرتبة، في ستاندرز معينين، فإجباري لازم تعمل شوبينج ولازم تهتم بتيابها بمظهرها بكل شيء. بس لما تزيد عن حد وتصير لحد انه الاسراف، انه خلص انا بس عملت شوبينج وهوس، هون بصير في متى تزيد عن حد في راي الرجل؟ بعتقد انه لما تصير عندها او لما ينعطاها يعني صلاحيات اكثر من حد معين، مثلا نقول جوزها مثلا كثير غني، ما انا فارقه معه انه شو بتصرف شو بتعمل، واذا هي اللي بتصرف على نفسها، إذا هي بتصرف على نفسها لا، هون بصير في مشكل. لازم بقى حدا يقلها أنه انتبهي على مصروفك، لأنه في أشياء تانية بالحياة أهم بكثير من مي. بتتفقي مع عباس في هذا الموضوع؟ ايه بتتفقي معه صراحة. طب ليش ما بتقولي أنه مثلا مصروفها هي حرة، يعني هي بدها تصرفها في ملابس، عندها أولويات. إذا هي بدها تصرفها في ملابس، يمكن أنت لو كنت مكان عباس ما كانت أولوياتك تشتري نظارة وجزمة، أولوياتك تشتري ملابس مثلا. الأولويات تختلف أكيد. بس كمان يعني إلا ما يصير معك شيء، يعني مش المفروض كمان
انه انا اصرف كل مصاريه صراحه انا ما بس لما نروح على المول ما بنمسك نفسنا لا انت تصرف على نفسك مي ولا في احد زوجك او احد هو اللي بيصرف عليك كيف بيصير هذا التعامل قديش بيجي يناقشك في الموضوع ولا بيتركك على لا هلا لا لانه ما عديت حدودي بس اذا تعديت حدودي ممكن بس اذا كان بدي اتعدى حدودي بياخذ من مصروفي ايش حدودك بالنسبه لزوجك ايش الحدود هلا كل اسبوع شوبين واحده مره في الاسبوع اي او مرتين ما عندي مشكله بمبلغ معين او مفتوح البادجت عندك مفتوح كمان ما شاء الله بس المشكله انه دائما بيقول لي هدي 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 لانه ما بقى في محل بالخزانه صار في فيتنج روم ثلاث خزاين يعني بس كرمال هيك يعني انه ما عم بلبس وما طب ليش بتغير لك نفسيتك مثلا يعني كثير بتغير المود كثير برتاح نفسيا كثير بحس بانبساط يعني لما اروح شوبينج عباس بصراحة لو مو أنت اللي بتصرف على نفسك لو الفلوس بتجيك من والدك أو ميراث أو إلا يكون لو ما كنت عندك هذا الإحساس بالمسؤولية كنت راح تصرف كذا أو ما راح تصرف بهذا الشكل أكيد كنت حأصرف بحدود معينة كمان لأنه ما كمان مثل ما قلت قبل ما أنه كل شيء بدي أصرف لأنه أنا عندي بكرة بدي أجهز لبيت وعائلة فعندي مسؤولية معينة وأولويات كمان معينة لازم أهتم فيها يعني بكرة لما اتجوز بدك تكون بتعرفي هلا العرس بطل ببلاش يعني بدك تروح على تقدمي للمره بدك مينيموم بيطلبوها الاهل وكمان بس انا سالتك لو كنت انت في مكان مي باحساسها انه في شخص بيعطيني هذه الفلوس وانا ما بتعب ما بصحى الصباح وما بتعب على هذه الفلوس كنت راح تعمل نفس الشيء ولا راح تقول لا ما راح احكي نظريات واقول لا يمكن اكيد كنت عملت عملت مثلها يعني لانه المسار السهل بتنصرف بسرعة كمان يعني في الأخير أنا دائما أقول إنه الرجال اللي دائما بينتقدونا على شرائنا المتزايد هم كانوا أولاد قبل كده وكانوا بياخذوا من أبهاتهم وكانوا بيصرفوا زي ما إحنا بنصرف صح ولا لا؟ لحد ما أكيد مش نفس الشيء يعني كنا دائما لازم نصمد لأنه لقلك مثلا ليش؟ لأنه لما كنت مثلا شاب وإنه كنت مثلا حب بنت أو شيء بدي كمان انتبه على مصروف لأنه بدي أطلع معه بدي أعزمه أطلع ديت بدي عرفتي فلازم يكون جزء من المصروف اللي باخده مصروفه كله على حالي لأنه بس حاط براسي إنه بالنهاية لا هو من سن المراهقة نبدأ شوية نصير مسؤولين بس قبل المراهقة يعني كانت شوية بس عموما أنا راح أناقشكم حتى في موضوع المتطلبات الشباب مختلفة عن متطلبات النساء ومتطلبات الرجال أحيانا بتكون غالية بالمقارنة بمتطلبات النساء لكن معلش بس راح ناقش هذه النقطة بس خلينا نروح زميلتي جيهان في جدة معها المحلل الاقتصادي أحمد المحايري جيهان سمعت حديثنا هنا مع مي وعباس أنا حابة أعرف رأي الخبير يعني إيش ممكن يقول لهم على صرف مي وعلى تحفظ ربما عباس شكرا ميسا أنا سمعت وتابعنا أنا والأستاذ أحمد الحوار وشفنا كمان التقرير أنا يعني شوية لفت انتباهي أستاذ عباس لما قال يعني حتى لو الفلوس في يد مي برضو يبغى لها رقيب ويبغى لها أحد ينبهها دائما بأن فلوسها يعني حتى لو ما إحنا برضو كمان نروح ونتعب كمان يبغى لنا رقيب بس خلينا إحنا كمان نحاول نقرأ الصورة بطريقة محايدة مع أستاذ أحمد أستاذ أحمد سمعت الحوار أي نعم شكرا جيهان شكرا ميساء حقيقة هو نقاش ممتع هناك نقاط تقف في صالح المرأة وهناك نقاط أيضا تحديات في مواجهة المرأة بطبيعة الحال المرأة فيما تشتريه من ملابس من إكسسوارات أغلى من الرجل إذا قارنا أسعار ملابس المرأة بأسعار ملابس الرجل إكسسواراتها مستلزماتها اليومية تجدها دائما بطبيعة الحال أغلى نتيجة التفاصيل في الإنتاج الشيء الآخر هو أن المرأة نتيجة قضائها لوقت أكبر في المنزل فهناك توجه لدى أكثر المسوقين أو مدراء التسويق في تركيز الدعايات حتى تجد أغلب الدعايات تتكلم بالضمير الأنثوي وبالتالي هي توجه رسالة للمرأة حتى أصبحت المرأة دورها في قرار الشراء في الوطن العربي أكبر من الرجل في أغلب المشتريات اليومية والأسرية هنا أصبحت المرأة ملامة أنها تقوم بإسراف المال وهو في الحال في طبيعة الحال هي من تقوم بدراسة كل هذه الخيارات من خلال التلفاز والمجلات وغيرها والقيام بقرار الشراء
في الطبقات المتوسطة والطبقات محدودة الدخل، حتى المتوسطة أو المرتفعة قليلا عن المتوسط، المرأة تكون أكثر إسرافا من الرجل أو أكثر صرفا للمال من الرجل بطبيعة الحياة اليومية، هذا ما يتضح من الدراسات الاقتصادية. أما في الطبقات ذات الدخل العالي جدا فيكون الرجل أكثر إسرافا أو أكثر صرفا للمال. لكن هناك نقطة يجب أن نقولها وبقوة، وهو توجه المجتمع الغربي. في المجتمع الغربي أكثر النساء تعمل إلى جنب الرجل، خاصة عندما يتعلق الأمر بشراء منزل أو غيره فيتشاركون. إذا أراد الرجل الغربي وتحديدا في الولايات المتحدة التخلي عن المرأة واستبدالها بوظائف تجارية، يعني الكوي يشوف المكوى كم تكلفه، المغسلة كم تغسل، غسيل الأرض كم يكلفه، الخادمات، رعاية الأطفال في الروضة كم تكلفه، إذا استبدلت المرأة بخدمات تجارية قد يصل تكلفتها ما بين 35 إلى 40 ألف دولار أو ما يقارب 150 ألف ريال سعودي. إذا هناك تكلفة سنوية للمرأة قدرها 150 ألف ريال، نحن تجاهلناها وطالبناها بأنها تقوم بمصاريف قد تكون أقل من هذا المبلغ. فهنا يجب التوازن حقيقة ما بين ما يناط بالمرأة وما يطلب منها. طب أستاذ أحمد، يعني بالرغم مع كل الاتهامات برضو كمان يعني لما بتتحط السيدة أو المرأة مديرة مالية في أي مشروع حتى مشروع المنزل، هي بتفوق دائما، بتكون إدارية أموال نخب أول، هل هذا صحيح فعلا؟ هناك دراسات تؤكد أن المرأة في بعض الوظائف مثل وظيفة الإدارة الموارد البشرية ونحوها تكون أفضل من الرجل. لم أطلع كاقتصادي على دراسات تؤكد نجاحها في مواضيع الإدارة المالية للشركات الكبيرة، لكن هناك نماذج شركات كبرى في أمريكا من المدرجة في سوق الأسهم كان لديها CFO أو ما يسمى بكبيرة المدراء الماليين من النساء، وكان هذا عن جدارة. لا نريد أن نبني دراساتنا على حالات متميزة فقط، ولكن الحق يقال أن المرأة في قراراتها المالية في حياتها قد تكون مائلة للجانب الإنساني، طعام أفضل للأطفال، ملابس أفضل للأبناء وغيرها. الرجل قد يتخذ قرارات لا تظهر على الواقع، عندما يشتري سيارة وهي من أحد أكبر المصاريف العائلية لا يقول أن هذه السيارة أنا اشتريتها كرجل، وإنما يقول هذه سيارة للعائلة، فيخرج نفسه من الملامة، مع أنه قد يكون من أكثر القرارات تكلفة في ذلك السنة. بشكل عام المرأة في إدارة أمور المنزل، نحن نتكلم عن حالات غريبة، لكن بشكل عام قد تكون أفضل من الرجل بطبيعة الحال في صرف الأموال اليومية. هناك حالات أي قد تلام المرأة أنها لا تدخل مال أو لا تعرف أو لا تقدر صعوبة جني المال وبالتالي تصرفه بسرعة. من تجربتي كرجل أعمل أيضا هذا الأمر لم أجده واضحا. هناك مثلا ثلاثة مصممات تقدموا لوظيفة في شركتي، اثنان منهم يحملون هما كلهم سيدات، من اثنين ثلاثة كانوا يحملون حقيبة نسائية لويس فيتون، خلينا نكون واضحين، قيمتها أكثر من قيمة الراتب اللي كانوا متقدمين له. إذن القضية ليست قضية أنه والله هي عارفة قيمة الفلوس وبالتالي هتوفر، القضية قضية قناعة شخصية. إذا المرأة كانت تريد أن تكون أكثر حرصاً على بناء أسرة مستقرة اقتصادياً ستفعل ذلك، وهذا ما يحدث في غالب الحالات. أستاذ أحمد، أنت في شركتكم يعني لو جاء لنفس المنصب مثلاً وهو منصب مالي إداري مالي، جاء رجل وجاءت امرأة، حتوظف مين؟ في الوظيفة المالية ليس هناك إشكالية، نكون صريحين، هناك ليس فرق في الوظائف المالية لأنها لا تحتاج إلى عضلات ولا تحتاج إلى خروج للسوق. فأتوقع إذا تكافأت الفرص في المجتمع العربي لدينا عقدة الرجل، لكن في المجتمعات الغربية والتي هي بتكون نوعا ما منصفة في هذه الأمور المرأة تصل إلى هذا المنصب بكل سهولة. ممتاز. أستاذ أحمد، احنا حنرجع لك تاني، بس حرجع الآن إلى زميلتي ميسا، ويعني الضيف اللي معاها، الضيفين اللي معاها مي وأستاذ عباس، وحسألهم جيهان قبل ما تسألي ميسا. معلش زي العادة أنا بعد ما تخلص نقاش دائما عندي نقاط أحب أفهمها، بس أستاذ أحمد قال نقطتين أبغى أتأكد منهم. يعني السيارة لما تكون كبيرة بتكون عائلية إنه للعائلة عشان ما تنحسب بس على الرجل، طب إذا كانت بباب واحد ولا إذا كانت دباب اشترى فجأة هار اللي كده جاء ولا دباب شيء، هذا إيش نحسب؟ والحاجة الثانية دائما بينتقدوا كمان الستات اللي بيشيلوا شنط معاهم بأسعار مبالغة، طب هذه الشنطة ما غالبا بيكون الرجل شايل معاه محفظة وبكت السجائر وولاعة وسلسلة مفاتيح وكله بينحط في شنطتها، يعني فبتحطوها أنتوا صح
صح. صحيح. أنا أقف معك في الشطر الأول وقد أختلف من الشطر الثاني. نعم الشطر الأول أنا لي زميل اشترى سيارة بابين وقال بالحرف الواحد لو في سيارة باب واحد كنت اشتريت. وبالتالي هو يلوم في النهاية أن هذه السيارة للعائلة وليس له. فأنا معك 100%. النقطة الثانية لم أشاهد شخصيا يعني شخص جاءني بحقيبة تفوق قيمة راتبه. أنا هذا كان اعتراضي أنه ثلاثة اثنين من الحقائب أصلاً تفوق راتبهم. هنا يمكن نشيل نحن آيباد، يمكن نشيل حاجات ثانية غالية. صحيح. صحيح. لا يمكن الساعة اللي تلبسوها بثلاث أضعاف الراتب. بالضبط. ممكن جدا، ممكن جدا. إذا كنا حنراقب يعني ليه حكمت؟ أنا هنا أريد أن نأخذ نقطة، ليس هناك رقيب على الرجل أثناء الشراء. نعم. لأنه الراتب يخرج من جيبه بدون رقيب ما بين خروج المال من المحفظة. صح. إلى. نعم. الشراء. لكن نعم. المرأة وجود الرجل بين المحفظة وعملية الشراء هو ما يعقد العملية ويحسب عليها كل أمر. صح. وهذا صح. ما لا يحدث في المجتمعات الغربية. بس هذا مو عادل. أنا على العموم هرجع لضيوف ميسا وأسألهم صراحة، يعني هو شوية سؤال حشري، في يد مين المال؟ أوكي جيهان فهمت عليك. بتسألكم جيهان في يد مين العصمة، عصمة المال يعني؟ أنا مش مرتبط أو متزوج، فأكيد بإيدي يعني أكيد. بحاول أنا أسمعها بالعكس ما مضبطت. بإيدك مصر. إيه لأنه مش لأنه قلة ثقة فيها، لأنه بالنهاية لما تختار شريكة حياتك. أنا يعني شفتك وقت جيهان كانت تحاور ضيفها أستاذ أحمد، كنت بتقول أنه لا السيدة مستحيل تكون مديرة ناجحة للمال في المنزل. مش مستحيل، بس بمعظم الحالات بحس الرجل أشطر، لأنه هو اللي عم بيخطط لحياة والعائلة وعم بيأسس لكل حتى على المصاريف البسيطة في البيت. أكيد لما بتكلها تربية البيت وبحط لها مصروف معين هي بتدبر فيه أكيد، بس على مستوى أكبر. ما انت طبعا اكيد بتقولي لا مجرب يعطيكي زوجك المصروف في البيت. جوزي اللي بيعطيني المصروف، بس نحن اثنيناتنا يعني سوا، ما في حدا يعني متسلط على الثاني بهالقصه يعني. متفقين عليه. طب مي انا ابغى اسالك عن استهلاك الرجل واستهلاك المراه، يعني عاده الان مثلا لما جينا نحصل اشياء عاده بيقول ان الرجال بيجي يدفع الفلوس، زي ما حتى ضيفنا في جده قال نفس الشيء، انه بيدفعوها على اشياء تهم الاسره، يعني سياره تشيل العيله غالبا حتى وان كان في استثناءات. الرجل بيدفع فواتير في البيت، يعني مصاريفه غالبا بتشمل في البيت، بينما المراه غالبا بتكون اشياء شخصيه اكثر. ما بتحس انه مثلا كمان احنا الستات بتكون متطلباتنا ربما ارخص من اشيائهم، يعني السياره قيمتها الشيء الفلاني. صح. الساعه، التفاصيل هذه بلا انه يعني بتكون اشيائهم اغلى. بس سوري نحن السياره عم نشتريها مره بالسنه ومره بكل سنتين، بتعيش على الاقساط احيانا. أوكي. وممكن تصير حياه المراه معاه طول حياتها على الاقساط. انت عم شوبينج كل يوم، يوم اي يوم لا، كل اسبوع مرتين. طب جمعيهم بالسنه بنطلع على سياره بالاخر. طب نفس الشيء يعني يعني فعلا حتى لو طلعت انه بقيمه سياره بعد سنين بعد الاقساط اللي انت قصتها، يعني نفس الشيء ما طلع شيء غريب يعني. بس السياره مين عم يستفيد منه؟ برضو احنا قلنا انه السيارات ممكن يكون في استخدام شخصي. هلا اوكي اذا استخدام شخصي اوكي، يعني زي في السعوديه مثلا الرجل هو اللي بيسوقها، هي ما لها يد في السياره. لا بس عشان تطلع في المشوار صارت. لا حالتها صارت شوي برا اختلفت. طيب اختلف. وبالنسبه مثلا للفواتير في البيت والتفاصيل هذه اللي الرجال بيدفعها كمان اكثر من، بس على فكره انتم كمان الرجال تحبوا الاشياء التقنيه في البيت، تلاقيه يهتم يجيب تلفزيون بالسعر الفلاني ويجيب لابتوب واشياء. هلا شوف اذا يعني هو عندكم متطلبات، اذا هو مأمن شخص مأمن اولويات عائلته ومصاريفه ومدرسه محترمه لاولاده، مرته مش محتاجه شيء، ساعتها ما في مشكله انه يروح على حالات شوي يصرف على حاله وعلى بيته اكثر شوي. بس مهم انا دائما بقول انه لازم يكون في المبدا الاساسيات مأمنة لعائلته، ما ناقصهم شيء بالمره، بعدين ساعتها يصرف مثل ما بده. انا اشكركم عباس ومي على وجودكم معنا، وراح اروح ثاني لجيهان واسمع تعليق ضيف جيهان الاستاذ احمد اخيرا على اللي سمعناه من مي وعباس. تفضل يا جيهان. شكرا ميسا. استاذ احمد تعليقك على والله تعليقي واضح انها قصه حقيقيه وجميله يجب ان تؤخذ بالحسبان. افضل طريقه للزوجين في العالم العربي لوصول لاداره ماليه ممتازه لحياتهم
هو بمشاركة القرار وليس نعم. فقط في وضع ميزانية محددة. تحديد الميزانيات ووضع العراقيل أمام المرأة قد يشجعها على صرف جميع الأموال التي وضعت ضمن هذه الميزانية، لكن نعم. مشاركتها في القرار وجعل العملية مشتركة بقناعة تصل بنا الى صرف المبلغ الصحيح في المكان الصحيح. بس ليه يعني ليه لازم الست هي يعني تحاسب، او الست اللي هي يعني يكون في رقيب؟ ما اوريدي انتم ماخذين يعني حقوق شرعيه اوريدي يا ربانيه من من مبدا القوامه. صحيح. هي ليست قضيه حساب. انا نصيحتي او توجهي هي قضية مشاركة في صناعة القرار بين الزوج والزوجة. إذا أصبحت سلطوية من الزوج بطبيعة الحال ما يسمى بالbehavioral finance أو علم المال النفسي، المرأة سترغب في صرف جميع ما يعطى لها من مال. قد يكون المال أقل من الواجب ويجب أن يكون الرجل مشارك قرار المرأة ويعرف أنه أقل من الواجب، أو يكون أكثر من الواجب ويكون وقتها دور المرأة تقول له لا هذا زيادة على الواجب. لذلك المشاركة الحقيقية صح. في صناعة القرار وليس السلطة صح. في الرقابة. حتى في الإسلام ليست هناك كثير من الأمور التي نظن أنها من واجبات المرأة، ليس هي من واجبات المرأة. فبالتالي عملية المشاركة هي عملية نظرة رؤية المستقبل للعائلة وللبيت وللأطفال ولمستقبلهم جميعا. صحيح. أستاذ أحمد أنا أشكر تواجدك معنا وأشكرك على هذه النصائح. شكرا جيهان. شكرا لك ميساء. شكرا لك ميساء. شكرا لك ولضيوفك الكرام. مشاهدينا فاصل ومواصلين معكم. سيدتي خليكم معنا. أنت متفوقة معها والطموحة معها. السعيدة معها، الرابحة معها، معها أنت الشابة الدائمة، سيدتي، سيدة المجلات العربية، سيدتي نت، معك أثناء دراستك، معك في مملكتك. ومجلة سيدتي لكل فرد من عائلتك. وموقعها الجديد لكم ومعكم كل لحظة. أهلا بكم في القسم الأخير من فقرتنا الأسبوعية فاشن رادار، والتي نرصد من خلالها إطلالة مجموعة من النجمات في حفلات أو مناسبة منوعة ومدى اختيار لإطلالتهن. تقرير ونعود للتعليق. أهلا بكم إلى فاشن رادار مع آخر وأبرز إطلالات النجمات في العديد من المناسبات. البداية مع نجمة نادية الجندي التي تواجدت مؤخرا في دبي، حيث حلت ضيفة على حفل تكريم الفارسات وتألقت بفستان أسود طويل من الدانتيل الشفاف عند منطقة الصدر والظهر. ننتقل إلى النجمة ديانا حداد التي تواجدت أيضاً بالحفل نفسه، واختارت فستاناً أبيض وفضي قصير مرصع بأحجار الكريستال البراقة، ويميز الفستان أكتافه المليئة بالريش. الفنانة رجاء الجداوي اختارت لهذا الحفل طلة براقة وراقية مع قميص وبنطلون أسود زينتهم سترة من البايات الفضي البراق. الممثلة السورية سوزان نجم الدين أطلت بفستان بسيط ضيق وقصير بنفسجي اللون، وأكملت إطلالتها بأكسسوارات زهرية. إطلالة النجم إلهام شاهين كانت كلاسيكية، حيث ارتدت قميص وتنورة وسترة من اللونين الأبيض والأسود. نختتم فاشن رادار مع الفنانة المصرية الشابة لارا اسكندر التي احتفلت مؤخرا في بيروت بإطلاق كليبها الجديد وبدت مرحة وجميلة. My dress is Zuhair Murad. وكمان my dress in the video is from Zuhair Murad, who is one of my favorite designers. The dress is very cute. It's very girly. So I wanted to match it up. وأنا بحب الميك اب is simple. Fadi Kataya did my makeup and Harud from Simo Mandala did my hair. Thank you.
إذا مشاهدينا للتعليق أكثر على هذه الإطلالات أرحب بسيرين فضول مدير عام سو فيموس. أهلا وسهلا بك سيرين. شكرا أهلا فيك. شفنا الفساتين اللي انعرضت باستثناء لارا اسكندر كانت في مناسبة مختلفة. الفساتين اللي شفتها أنا في مناسبة واحدة كانت شوية مختلفة، يعني إذا كانت نادي جندي شوية ظهرت بستايل سهرة أكثر، الباقيين شوية كان ستايلهم مو كتير سواري، صح؟ مظبوط صحيح، كان في اختلاف بالأزواج. ما كان مناسبة واحدة، حسينا كل نجمة كان مثل رحة على مناسبة مختلفة، صح. بس هيدا شيء كمان حلو من ميلة لأنه بيبين شخصية كل نجمة منهم، كل واحدة عندها ستيلة وعندها لوكة الخاص فيها، بس يعني ما كان في شغل كتير مزبوط يتناسب الفستان أو اللوك بالإجمال مع المناسبة رايحين عليها. جميل، راح نبدأ مع ست نادي جندي، يعني بعد اختفاء ربما عن الساحة شوية عن الظهور في الأماكن العامة بهذا الشكل ظهرت الآن، وكانت يعني بالنسبة للشخص اللي يشوفها هي أنيقة في الأخير يعني كشعر ولبس، بس أنت رأيك في لبسها؟ وبالمناسبة أكيد ما في شك الفستان حلو مرتب، ما في شك، لا قديم مناسب مناسبه عادي للمناسبه ولا عمره اذا ما في مانع. يعني هون في سؤال بينطرح، ولكن الحلو بفستانه انه اول شيء اسود، الاسود بنعرف انه بدب شوي الجسم، صح. كلاسيكي يعني ما فيه كثير خطوره مع شعرها والحلق اللي لابسته مناسب؟ مناسب مناسب نوعا ما. هلا الحلو بهذا الفستان انه يعني في شغل على المنطقه الفوقانيه اللي هو بيخلي انه ما يكون في تركيز على المناطق بالجسم اللي منها كثير، يعني مثل منطقه الخصر او البطن، الدارج كمان اللي هلا بالموسم خصوصا هلا المناطق الشفافه او اللي بيسموه ستيل البيكابو، يعني بيبقى بشكل بالديزاين مش كله شفاف، بس في مناطق شفافه مناطق اوكي. فهيدا شيء حلو. هلا مش كتير ظابط بالنسبة لنا كسو فيمس كاختصاصي أزياء أو لوك، هو الفتحة الكتير عالية اللي عم تعمل، ما عاد في توازن بين المنطقة الفوقانية والمنطقة اللي تحت الخصر تاني. جميل، خليني نروح على خليني نروح على ديانا حداد نشوف. ديانا حداد شوية خرجت عن المألوف عن عادتها، لبست شيء شوي مختلف، كيف لقيتي باختصار؟ مزبوط، بعتقد انه حسب الكليبات او الفيديو الاغاني مؤخرا حسينا انه في لوك جديد عم تجرب تغيره. هلا ما في شك شوي لوك بحيل لانه حلو ومش حلو بذات الوقت، يعني من الحلو فيها انه عم تجرب تغير بلوكها شيء شوي ادجي، ما بعرف شو هي بالعربي، ولكن الكتف كثير عريضه مش مناسبه لمظهر جسمها، لون الساك الجزدين مش مناسب مع لون الشنطه مع الجزمه، ما كثير كانوا متلائمين يعني لون اللبس كان ملائم ديانا او لا؟ لون لبسها الفستان اللون؟ لا اللون ملائمها حلو، لون بس ريكيز. مجرد شوي الستايل ما كان كثير ستايل، يعني شوي الطول من ورا مش مناسب لانه هي منها كثير طويله، صح. يعني بده شويه شغل. الست رجاء الجداوي دائما عندها الستايل الكلاسيك، كيف شفتيه؟ يعني ما فينا ما رح علق لانه بيناسب عمرها شخصيتها وعمرها ومركزها، وهي اجمالا بتصور على طول تلبس هيدا ستيل، يعني ما في مفاجاه او مناسب يعني للمناسبة اللي هي. جميل. سوزان نجم الدين، كمان سوزان نجم الدين بتظهر مرات ومرات وبترجع وتروح، كيف شفتي لبسها النيل اللي لبسته؟ مع شعرها مهضوم. مع الميك اب؟ مهضوم. الحلو فيه الالوان لانه هيدا الوان الموضه هلا الموسم بين الزهري والازرق، وانا ما كثير بسيط يعني مثل كانه رايحه على الشغل، صح. مش رايحه على مناسبه، بس مع الشعر والميك اب مبين انه يعني سهره او شيء. بلا ما في شيء غلط او ما في شيء زايد عن اللي هو اللبس المسالم، يعني عشان ما حد يقدر يمسك عليها شيء. مزبوط. طيب نروح لإلهام شاهين نشوف. إلهام شاهين لبست كمان شيء شويه بسيط كان،
كتير كتير كلاسيكي يعني يمكن ناديه يعني جندي. لو شفتي الهام واقفه مع ناديه الجندي يعني في فرق كبير بين الاثنين في الملابس. مزبوط يعني عمره بتصور بعد بيسمح لها انه تلبس شوي لوك شوي معاصر اكثر، مثلا كان فيها تغير بالتنوره هلا اللي دارج هو التنوره المخطط العريض الاسود وابيض، كان شوي يمكن بيكون شوي احسن. طيب باختصار شديد لارا اسكندر بس عشان نعرض في التقرير، نو كومنت مثل ما بيقولوا، كثير حلو الفستان، كثير حلو شعرها، كثير حلو ميك اب الخفيف لعمرها وكل شيء مثل كأنا بالاوسكار مثلا او سيرين. شكرا جزيلا لوجودك معنا على هذه التعليقات، ان شاء الله المرات الجايه يكون عندنا وقت اطول في التعليق. ما في مشكله. شكرا لك. مشاهدينا من الامارات لبيروت، وهذه المره مع زميله غينا اميوني نتعرف معها على ابرز عناوين ببرنامج ببيروت. مساء الخير غينا. مساء الخير ميسا، رح مرق لك يا هالمره ضيعت بعائلتي. شو اخبارك؟ اشتقنا لك من امبارح على اليوم. ماشي الحال، لانه بسرعه بسرعه بيقولوا لي الوقت فصايره بس بدي اقرا اي حاجه بسرعه على السريع. الله يقويك. مزبوط، يعطيك العافيه. تفضل. صحيح، يعطيك الف عافيه. رح نبدا مع المشاهدين. ثانك يو لك. ابرز فقرات حلقه ببيروت لليله، لمسات يعني سحريه بعالم الازياء بنتعرف عليها مع خبيره الازياء شيرين خضرة، وايضا بنتعرف الى اخر الصيحات بعالم المجوهرات، شو في جديد بعالم السينما مع انيس ثابت، ومهرجان سينمائي برعايه اعلاميه من شركه روتانا الشركه الرائده بعالم الاعلان. هالمعلومات بنتعرف عليها اكثر مع زينه صفير، رمونا خليل، وموضوع تريجل السريد أخصائية التغذية اللي دايما بتحل ضيفي على برنامج ببيروت، وغيرها من المواضيع المهمة حتى بتم وبتلبي كافة أفراد الأسرة، مثل انعكاس الطلاق بين الزوجين على الأولاد. يا ميسا شو هي أبرز انعكاسات؟ وهذا الموضوع رح نطرحه مع المعالجة النفسية فرح مقدم. إذن هذه هي أبرز فقرات حلقتنا لليلة يا ميسا، كونوا كتار مشاهدينا على الموعد. إليك ميسا ويعطيك ألف عافية. عافيك غينا أميوني، شكرا جزيلا لوجودك معنا وهذه العناوين السريعة. شكرا لكم مشاهدينا على متابعتكم، إلى اللقاء. شكل جديد نفس الطعم الرائع. مقالات جبنة مثلثات البقرة الضاحكة بطعم الفلفل الحار.